يا هلا وسهلا فيكم في ثالث يوم وحلقة جديدة من سوالف رمضان من لوفن سعودي. خلونا نشوف أخبارنا اليوم. صدور أمر ملكي فجر اليوم برفع منع التجول جزئياً على جميع مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة اللي راح يستمر فيها منع التجول الكلي والأحياء المعزولة اللي تم الإعلان عنها سابقاً في مختلف المناطق. بالرغم من استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، رمضان هذه السنة ما فقد روحانيته. خلونا نشوف. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. وصول أول رحلة قادمة من الخارج إلى مطار حائل الدولي. وهنا مقطع فيديو متداول لكلمة كابتن عند دخوله الأجواء السعودية في رحلة متوجهة كانت إلى جدة. شاركني اليوم كابتن سمير بايسير وكافة زملاء الفلاحين، وحيث الآن ندخل إلى أجواء حضن الأم، إلى بيتنا الكبير، إلى أطهر ثرى وأغلى تراب وأجمل وطن المملكة العربية السعودية. أتحدث معكم من القلب حديث الابن والأخ لكم. أنا اليوم وشعور استثنائي مليء بالاعتزاز والفخر بوطني الذي أخدمه. ومن المقاطع المتداولة بعد مشاركة الإعلامية بشاير القبوص الإفطار مع رجال القوات الخاصة في الدمام. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوباء وانزل علينا رحمتك. تسلم. وعلى الشاشة أول تجربة تمثيل للفنان خالد عبد الرحمن في مسلسل ضرب الرمل. ضرب الرمل على SBC. حملة إعلامية مميزة لمجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي لمختلف الجاليات بلغات مختلفة. شعرت بأي من أعراض العدوى التنفسية؟ كرتها جسي بخار خاسي. Do not hesitate to head to the nearest healthcare facility for your safety. Kagus potro poy jonne nistito thakben. Sepenuhnya bersifat gratis. هذه أخبارنا اليوم. اشتركوا وفعلوا التنبيهات في البرنامج ونشوفكم في الحلقة الجاية.